شيخ سعد يعطيك ألف عافية. شكرا بولا محلاية. شكرا شكرا. شيخ سعد كلهم أخذين إيجابيا تضحيتك بالنسبة للحكومة. أنا ما ضحيت بشي يا بولا. بس هن لما تنزلوا عن 9-9-6 أنا قبلت ب8-8-8 بس كرمال الوطن. مزبوط مزبوط شيخ سعد، ولكن مناصرينك زعلانين كونك قبلت بحكومة مع حزب الله بالوقت اللي حضرتك كنت عم تتهمهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. معلش بولا، ما حدا بيكبر على وطنه، ما حدا بيكبر على وطنه. معلش أنا عم بعمل كل هالشي كرمال الوطن يا بولا. حلو كتير، ولكن حتى حليفك الدكتور جعجع ضد هالفكرة نهائيا يعني. عظماتي ودماتي للدكتور جعجع، صديقي وحبيب قلب الدكتور جعجع، بس الوطن أهم منه. صدقني يا دكتور جعجع عم بعمل كل هالشي كرمال الوطن. ايه بس شيخ سعد، يعني ما بقى في غيرك يزبط هالوطن؟ ليش ما شفتي هن شو عملوا يا بولا؟ ما شفتي هن شو عملوا؟ خربوا لبنان، خربوا سوريا. لك بشار الأسد بيعمل متفجرات وبيوزع ملبس، وخلفائه هون رجعوا الاقتصاد لورا، رجعوا عرفوا وحسوا انه ما رح يمشي الحال الا مع الشيخ سعد. صدقوني كل هم الوطن، كل هم الوطن. يعني انا هلا اتحملت المكياج والبودر كرمال الوطن. شو بدي اقول لك، يعني عم ضيع وقتي معك وعم بنشف ريقي كرمال الوطن. الشيخ سعد، في حدا هون عم بيقول لي انه حضرتك عم تحكي كل هيدا الحكي كرمال الوطن بالوقت اللي انت مش عايش بهيدا الوطن. وكيف مش عايش بالوطن؟ ما عم بفهم عليك يا بولا. يعني شيخ سعد انت هلا حاليا مش عايش بلبنان، عايش بالسعودية. يعني عايش بالوطن. شو قصتك؟ صار لي ساعة عم بحكي عن اي وطن فكرك. محلاية يا بولا، بس هون خفينا على الاخر. اي وطن هون؟ السعودية.